مفيش فايدة دبر الجواز دي بصدها حلال. احنا ورانا ميعاد مهم في مصر. يا خبر اسود ومنيل. ما تخافش دي نايمة. يخلق من شبه 40. شبه مين يا فندم؟ بنت عمي. بنت مين؟ عمي عبد الفتاح الخالق الناطق، كأنكم من صبيته في قالب واحد. السئام، الخصر، الدراعين، الصوابع، بس في فرق واحد. لما حققت ما لقيتش في صباحها دبلة الجواز. يبقى اتأكدت ان انا مش بنت عمك. انا اتلخبطت، اصل سيبة في مصر متخانقة مع جوزها خناقة الرب السما. قلت مسكينة يا رؤية، حلمي عملها، حلمي طلقها، حبيت اطمن. قمت رفعت الاشارب من على وشها بالظبط علشان اصحيها واسالها ايه اللي جرى. وبعدين استغربت جرى ايه لبنت عمي لما كانت على ذمه جوزها، ما كانتش بالحلاوه دي.
هما الستات لما بيتطلقوا بيحلووا ولا ايه؟ تعرف انا كمان اول ما فتحت عيني شبهت علي؟ والله كان لنا واحد قريبنا الخالق الناطق زيك تمام، الله يرحمه بقى. مات؟ مقتول. ده ساتر الرب. ومين اللي قتله؟ واحدة ضربته على نفوخه صف الدم. ليه بس؟ هو كان عمل ايه؟ اصله قليل الادب ورزل ودمه تقيل كمان. حالا دلوقتي تعرف لي اسمها ايه ونازلة فين ومع مين. وكريمة هانم يا أستاذ، المفروض تسافر مصر النهاردة علشان تحتفلوا بالخطوبة رسميا. أنا فسخت الخطوبة وأرجوك ما تضيعش وقتي بقى، روح اعمل زي ما قلتلك. عن إذنك بقى عايزة. الله، ماشي يا كمال؟ أيوة. مش كنت بتقول هتقعد مع بابا شوية؟ معلش، أصل منتظر مكالمة من مصر. طب مع السلامة يا كمال. بابا. عكسني فور دمي. شكله ايه؟ جنسه ايه؟ طويل ولا قصير؟ تخين ولا رفيع؟ غني ولا فقير؟ يا سلام عليك يا بابا. وكمال ابن خالتك كان فين ساعتها؟ ما شافوش. المفروض شافه. كان هيعملوا ايه يعني؟ ده زي الطور خيبه. كمال انسان رقيق. رقيق الحال. ايه رايك انه عرض عليا الجواز دلوقتي؟ خبر اسود؟ جواز؟ وقلت له ايه؟ ما ردتش عليه لا بقى ولا بلا. وليه مش لا؟ يمكن احبه في يوم من الايام واقول له اه. مش هتقوليها ابدا. مين عارف، كل شيء اسمه نصيب. عايده، انت عارفه ظروف الماليه جنسها ايه؟ فلازم تنقي عريس غني. مش انا اللي هنقي يا بابا، قلبي. قلبك؟ عن اذنك هطلع اخد حمام. حمام. طب ممكن تحجز لنا جناح باسم السيد مراد سالم؟ آه بس للأسف ما عندناش جناح فاضي. لا، تفضلوا جناح بأي شكل بأي تمن. قول لي سيد مراد يشرف في أي وقت. متشكر. سعادة الباشا، سعادة الباشا. إيه ده؟ هو الواحد ما يعرفش يرتاح شوية؟ دقيقة واحدة يا سعادة الباشا، أرجوك. واحدة، ما فيش غيرها. نعم. اتفضل. ايه؟ حساب الجناح 3 أسابيع. 3 أسابيع؟ وإيه اللي مسككم لدلوقت؟ والله يا فندم إحنا كنا بنقدم الفواتير كل أسبوع، سعادتك اللي طلبت نقدمهم كل 3 أسابيع. كده؟ طيب دلوقتي أنا بطلب تقدموها كل 4 أسابيع. سعادة الباشا أرجوك، دي أوامر الإدارة. ما هو لو صممتم أنا مش هدفع. أنا عينتي يا فندم. لكن لو استزوقتم ولا طلبتوش مني وقلتوا يا صابر باشا احنا مش عايزين الحساب، شوفوا انا هعمل ايه. طيب يا صابر باشا احنا مش عايزين الحساب. كده؟ متشكر، ممنون. يا سيد صابر. سيد؟ يا حصلت لحد كده؟ الجناح اللي سيادتك نازل فيه اتحجز خلاص للسيد مراد سالم، ارجوك من غير احراج. سلامة. اهلا، الحمد لله على السلامة يا اكسلانس. الله يسلمك. الجناح جاهز؟ موجود تحت امرك. هتعمره ازاي؟ هي ايه؟ سلطه؟ مين؟ صابر باشا عبد الصبور؟ ايوه انا صاحب المعالي صابر باشا عبد الصبور، وزير الاوقاف الاسبق ورئيس مجلس الشيوخ. طيب يا فندم تسمح لي اقدم لك نفسي؟ مراد سالم. السيد مراد سالم السري المعروف صاحب مصانع الغزل الرفيع. ابن سالم باشا فهمي. ابن سالم باشا فهمي. لا. اتفضل يا سعادة الباشا، استريح. اهلا اهلا، الله يصبحه بالخير والدك، ده راجل امير. كان يا سعادة الباشا، هو مات، تعيش انت. ايوه 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 صحيح، سالم باشا فهمي. كان راجل ممتلئ. هو فعلا كان سمين شويه. لكن الظاهر انت طلعت لوالدتك. سعادتك تعرف ماما؟ امال
الله يصبحها بقى بالخير إذا كانت عايشة، ويرحمها إذا كانت متوفية. والله لسه عايشة يا سعادة الباشا. أحسن خليها. ووالدك بقى ساب لك الجمل بما حمل؟ أيوه يا فندم. وأنت بقى اللي بتدير المصانع. أيوه بس مرتبك، مش لاقي حد يعاوني. أنا لسه طارد سكرتير عام الشركة. لازم كان مهمل. أبدا. مرتشي؟ يا ريت. حرامي؟ يا ريت. أمال إيه؟ على أيامنا ما كانش فيه غير كده. شاب يا سعادة الباشا، نغنوغ، عنده شهادات، لكن مفيش خبرة. فهمتك. لذلك أول ما شفت سعادتك قلت لنفسي يا هل ترى الباشا يتكرم ويتعطف ويقبل المركز ده؟ إيه؟ سكرتير عام؟ بمرتب شهري 200 جنيه. من إمتى؟ من بكرة إذا حبيت. يا تعالى. أيوة يا سعادة الباشا. اخفي دول دلوقت. أنا متنازل عن الجناح بتاعي للأستاذ مراد. مستحيل، ما تجيش أبدا يا سعادة الباشا. اسمع الكلام وشوف لي أنا أوضة على البحر. الأوضة علشاني أنا يا سلامة. علشاني أنا. ما تتعبش نفسك، روح يا سلامة، روح خلاص. أمرك يا إكسلانس. بعدين معاك. بالمناسبة السعيدة دي، اسمح لي أعزمك الليلة على العشاء؟ مفيش مانع، بس أنا ما أقدرش أسهر لوحدي. الظاهر سعادتك ليك شلة معينة. أيوة، شلة صغيرة، حلوة ومحندقة. صاحبتك؟ لا، بنتي. سعادتك ليك بنت؟ من زمان. يا ترى تقبل دعوتي على العشاء؟ ليه لا؟ على الأقل فرصة تتعرف عليك. إحنا مش بقينا فاميليا واحدة. طبعا يا سعادة الباشا. مال؟ طبعا إذنك أما أطلع أقول لعايدة. طب يا فندم منتظركم في الكازينو الليلة. وهو كذلك. عايدة يا روحي. بركيلي يا حبيبتي. خير يا بابا؟ اتعينت سكرتير عام بمرتب 200 جنيه في الشهر. صحيح. المكافآت والعلاوات والحلويات. مبروك. واتعينت فين؟ في مصانع الغزل الرفيع، وشرفك عندي الا بعد شهر هقلبها غزل تخين. اعمل حسابك احنا معزومين على العشاء الليله دي. ومين اللي عازمنا؟ صاحب المصانع السر المعروف مراد سالم. ابوك كده؟ مال ابوك حرف وفهلوي، ادعيت ان اعرف ابوه وامه وسقت عليه القلاطه والبشويه، خليته بس ايدي ووقع في عرضي. مال كان فيتو. أمال فين الأستاذ مراد؟ جاي غدا يا سعد الباشا. ده كله إيه؟ ده كله واخد بالك؟ بيبلفني، خايف أرجع في كلامي. هيلاقي منين وزير أوقاف أسبق يشتغل سكرتير عام؟ لما شاور لك بالمنديل زحلقه، فاهم؟ مفهوم. إيه قلة الذوق دي؟ حد يعزم ناس وما يبقاش موجود. طولي بالك، ده انت لما حدسه فيه هيعجبك قوي قوي. بونسوار سعادة الباشا. بونسوار اكسلانس، اهلا وسهلا. تسمح لي اقدم لك كريمتنا عايده الاستاذ مراد سالم. تشرفنا يا فندم. اتفضل يا اكسلانس، اتفضل. متشكر يا فندم، اتفضل. ميرسي. اهلا. ويسكي. شيل بقى الكوباية دول. يا باشا أنا سعيد جدا إنك اتنزلت وقبلت دعوتي لله دي. العفو يا أستاذ مراد، والله العفو. الحقيقة ده شرف كبير. يا سعادة الباشا، أنا مهما قلت لك مش هقدر أعبر عن شعوري. فعلا كان حظي سعيد ان انا اتعرفت بيك الصبح وكلمتك. شكرا، متشكر، متشكر جدا. انا كنت عايش وحيد، تايه، حيران، لغايه ما شفتك، لغايه ما لقيت الحاجه اللي كانت ناقصاني. انا عرفت باشوات كتير، انما عمري ما عرفت باشا زيك.
لطيف وظريف ودمه خفيف. يا ترى يا باشا بتبادلني نفس الشعور. الله، انت ساكت ليه؟ زعلان مني؟ ابدا. طب ما تتكلم، ما ترد عليا يا باشا. ما بس انا محتار بعد كلامك اللي زي السكر ده، بذمتك اقول له ايه يا عيني؟ انا اسف يا هانم، الكلام خدني مع الباشا. صوبها يا باشا. متشكر لهانم. متاسفه انا ما بشربش حاجه مش على نفسي. بس جربيه، ده خفيف خالص. بيتهيألك ده بيلطش. الظاهر الهانم ملهاش مزاج. فعلا مزاجي متعكنن ودمي فاير. ليه يا عايده؟ حصل ايه؟ ولا حاجه، بس افتكرت الجدع السقيل اللي عاكسني على الفلاش. يا شيخه افتكر ان حاجه عيد. لا قد كده سقيل. هو سقيل بقى ده رزق. مش يمكن بيستلطفك وبيحبك؟ بيحبها ايه؟ حب بورس. يا سعاده الباشا انا قصدي اقول يعني ايه؟ ما قصدكش ولا حاجه، ما تحاولش تدافع عنه، ده راجل لوح. مش كده يا باشا؟ هدي اخلاقك. يهدي اخلاقه ازاي اذا كان بيقول لك لوح؟ انا كل ما بفتكره دم بيفور، قسما بالله العظيم لو شفته لرقعله صداعه. لا يا بابا مش للدرجه دي. طب وشرفك عندي؟ لقلع الجزمه واديله بيها على نفوه بس اعرف هو مين. بابا. واحد ويسكن يا طلب. بتقولي ايه؟ يا بابا والله العظيم ما هو مش معقول. تصور بتقول ان هو موجود هنا وسكتة. الله، هو فين؟ ورهولي، شاوري عليه. انا بس عايزك تقول له حاجه. انا مش هكلمه، انا هديه بالشلول. معلش يا باشا امسحها فيا انا. مستحيل. كاني انا اللي كنت بعكسها. ما صحي تشبه نفسك بحيوان زي ده. هو فين؟ خلاص يا بابا اقعد، انت كانك شتمته وضربته بالظبط. ناس حوش ناس دون لماما. تليفون يا سعادة الباشا. عن اذنكم. الو الو الو، سعادة صابر باشا عبد الصبور وزير الاوقاف الاسبق. ايوه انا صابر باشا. مكالمه شخصيه من مصر يا فندم. ايوه خليك معايا. معك. خليك معايا. ايوه معاك معاك. الصبح كنت سائل قليل الادب ودلوقتي حيوان. مين عارف بكره هتبقى ايه؟ الو الو، في عرض النبي الو الو يا ترنك الو الو. ايوه سعادة صابر باشا عبد الصبور وزير الاوقاف الاسبق. انا زفت الطين. خليك معايا خليك معايا. انا معاك في الستوب. لا مؤاخذة يا سعادة الباشا، اصل الخط عطلان. ممكن تنفخ لنا في البور شوية؟ حاضر انفخ. اهو يعني ما عملش حاجة النهارده. في صحتك. ما بشربش. طب تسمحيلي بالرقصة دي؟ ما برقصش. الو الو الو. طب مفيش نفخ. انا ما الو. ايه سعادة صابر باشا عبد الصبور وزير الاوقاف الازمات. يا سيدي انا والله العظيم انا. استمر بالنفخ. ده انا ولا كأن حداد بينفخ في كور. اهو اهو انا دخت يا عالم. الو يا ترى بابا اتأخر كده ليه؟ يعني بتشربي؟ كمال. هلو كمال. اهلا عايش. مراد سالم، كمال فهمي ابن خالتي. تشرفنا. تشرفنا. الله، دي الرقصة اللي بتحبها يا كمال. اسمحيلي. عن اذنك. اتفضلي.
تليفوني يا استاذ كمال. انا اذنك يا عايده. الو يا مصر، اعوذ بالله. الو بسالوهم مان. الو مين؟ مين يا فندم اللي بيتكلم؟ مين؟ كمال، كمال فهمي. يخرب بيتك، هو انت اللي لطعني من الصبح؟ ازاي يا عمي؟ ده سيادتك اللي طالبني. انا كمان بتتبلى علي حضرتك؟ اطلبك ليه؟ علشان ايه؟ اهبب بيك ايه؟ انا متاكد يا ابراهيم انه قلبها جه، لكن رجلها مش عاوزه تيجي. يا ابراهيم في صنف ستات كده ما يسلمش الا في الحلال. استاذ مراد هتجوزها. كفايه بقى يا استاذ، انت لغايه دلوقتي متجوز 12 ودي تبقى 13. انا خسران حاجه؟ خسران فلوسك ووقتك. الجواز بيكلفك والطلاق بيكلفك. الفلوس اتخلقت علشان الواحد يتمتع بيها. طب كلمه ولا بارده مني، الستات عندك كده زي اللب؟ تمام. طب في بقى لبايه اسمها كريمه هانم، سعادتك وعدتها انك تقشرها وتقزقزها. كريمه دلعه، لكن عايده ملحها مظبوط. انا نازل دلوقتي اطلب ايدها من الباشا. مش يجوز هم عارفين انك راجل مزواج؟ محدش يعرف الا ال 12 اللي اتجوزتهم وانت والمأذون. انا بتجوز سكيتي واطلق كتيمي. ايه ده؟ بيقول ايه؟ ها؟ صابر باشا ما نزلش؟ لسه يا فندم. طيب. الو. انت متاكد ان صابر باشا ما نزلش؟ متاكد يا فندم. اخسر. الو مصر؟ ايوه يا فندم، اوتيل بوريفاج، اي خدمه؟ دقيقة واحدة من فضلك. ألو، الأستاذ مراد سالم نازل عندكم؟ موجود من امبارح؟ لا مفيش داعي تديله خبر، ميرسي قوي. جالك كلامي أو مترستق في البوريفاج من امبارح؟ هو مش عارف إن خطوبتكم كانت امبارح؟ عارف وعازم الناس بنفسه، لكن تلاقي واحدة من إياهم زغللت عينيه ونسي الفرح ونسي الخطوبة ونسي الدنيا بما فيها. حق يا ست كريمة، الرجالة مالهمش أمان. هروح له وهطربق الدنيا على دماغه. حضري الشرطة. صباح الخير يا سعادة الباشا. يا 200 صباح الخير، يا 200 صباح الفل، يا 200. أنا عاوز أكلمك في مسألة مهمة. إيه؟ بخصوص الشغل؟ أنا جاهز. لا يا باشا، أكلمك بخصوص عايدة. أنا طالب القرب منك. بتقول إيه؟ هتجوز عايدة وهنكتب الكتاب النهاردة. سيجارة يا باشا. بابا. عن إذنك يا عمي. اسمع بقى ما اقولك، اذا كان بابا راجل طيب وعلى نياته فانا شرانيه وبيركبني 60 عفريت، لايمها بقى لحسن اذيك. هتعملي ايه؟ خليك مطرحك. باش افهم. هبلغ البوليس، هقدمك للنيابه، هسجنك. حد يدري حبيبه، خطيبه، جوزه؟ حبيتك امبارح وخطبتك دلوقتي وهتجوزك بعد الظهر. مش معقول. يا رب توافقي يا ابراهيم. ايه؟ مالك ما تقول حاجة؟ يا رب. انت مجنون؟ هو معقول اتخطب الصبح واتجوز بعد الظهر؟ ومال امتى؟ مش قبل شهر على الأقل. لسه هتضيعي شهر من عمري. طب اسبوع؟ 7 ايام بلياليهم، حرام عليكي. يعني ما حضرش حاجة؟ كل حاجة جاهزة. ولا أقول للناس؟ الناس عندك أهم مني؟ يعني مصمم النهاردة؟ يا ريت كان امبارح. طب خلاص ما تزعلش، النهاردة. إيه إمتى؟ الساعة 4 كويس؟ 3 أحسن. 3؟
هي الساعة كام؟ تلاتة. استنى بس. والله وكتبنا الكتاب يا ابو خليل. اظن اسرع جوازه حصلت. لا، الجوازه نمره 4 كانت اسرع. انهي فيهم؟ فكرني. اللي حصلت في القطر. ايوه سونيا اللي اتجوزتها عرفي. خطبتها في سيدي جابر وكتبت الورقه في كفر الزيات ودخلت عليها في طنطا وطلقتها في بنها. قول لي من فضلك، السيد مراد سالم موجود؟ موجود يا فندم، لسه طالع دلوقتي. عقبال عندك. عقبال عندي؟ هو حصل ايه؟ كتب كتابه يا فندم. كتب كتابه على مين؟ عايده هانم بنت صابر باشا عبد الصبور. مين؟ ايوه. تحب نديله خبر؟ لا ملوش لزوم. هي الهانم في اوضه كام؟ جناح نمره 2 اول دور. متشكره قوي. مبروك يا عروسه. الله يبارك فيكي. تسمحي لي ادخل؟ اتفضلي. ميرسي. اهلا وسهلا. انا فرحت لك خالص وجيت مخصوص من مصر عشان اقول لك مبروك. متشكره قوي، لكن انت عرفتي ازاي؟ كان قلبي حاسس. هو انت تقربي لمراد؟ امال. احنا متأسفين قوي، اصل كتبنا الكتاب كده على غفلة. مراد مرضاش يعزم. على العموم هو متعود على كده. متعود على كده؟ قصدك تقولي ايه بالظبط؟ هتعملي ايه؟ هطلب مراد. هتقولي له ايه؟ هقول له يجي قبلك ويتفاهم معاكي. هتقولي له مين؟ مين؟ قولي له خطيبتك. خطيبته؟ ايوه يا عروسه، خطيبته. ومتفقين على الجواز. وامبارح كان ميعاد الخطوبه في مصر. عملت الحفله وعزمت المعازيم والبيب سلامته هنا في اسكندريه بيتجوز. الجوازه ال 13. ايوه. البيب متجوز دست قبلك. أكتر واحدة قاعد معاها 6 شهور. يخش على الواحدة حب وغرام وعبادة، يبقى ملهوف عليها. إن اتمنعت يتجوزها، وبعد ما ياخد مزاجه منها يرميها رمية الكلاب. ولما أنت عارفة عنه كل ده، ليه عايزة تتجوزيه؟ عشان أنا هو صنف واحد. أصل اتجوزت 7 رجالة. أنا حسبت لك كل حاجة. تعالي اسمعي بنفسك. ألو، مراد سالم من فضلك. الو مراد. اهلا يا مراد، انا كريمه بكلمك من مصر يا حبيبي. ما جيتش امبارح ليه يا حبيبي؟ ده انا طول الليل سهرانه قلقانه عليك، خفت لا يكون جرى لك حاجه. ايوه حبيبتي، كنت نازل اسكندريه عشان الحق حفله الخطوبه. عملت حادثه اول الطريق. يا خبر، وجرى لك حاجه يا مراد؟ اتعورت في دماغي والدكتور قال لازم استريح يومين. لا خليك انت مستريح يا روحي، انا جايه لك حالا. لا 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 لا، ما تجيش، أنا خفيت خلاص. مش ممكن، أنا هكون عندك في اسكندرية بعد ساعتين. ألو 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 ألو. جالك كلامي؟ سافر كداب. عمل كده في الـ12، واحدة يتجوزها والتانية يخلى بيها. 12 يا مجرم، تتجوز 12 يا ظالم. ألو. عايدة يا حبيبتي، وضبي شنطك اوام، هننزل مصر دلوقتي حالا. ليه يا مراد؟ احنا مش متفقين نقعد في اسكندريه لاخر الشهر؟ اسكندريه ابتدت تسقع، مصر ادفى دلوقتي. ماما مش كده يا حبيبتي؟ كده يا حبيبي. وكمان العرسان يباتوا في بيتهم احسن، مش كده يا حبيبتي؟ بعد نص ساعه تكوني موضبه الشنطه. خلاص يا حبيبتي؟ خلاص يا حبيبتي. هتعملي ايه؟ هتقعدي معاه؟ طبعا، انا مراته. مين هكدب عليه؟ هفهمه اني اسعد زوجه في العالم، لكن مش هيطول حاجه مني.
مش هيمس شعره فيا. ذنب ال 12 هطقله من عينيه. وانا هبقى اتصل بيكي في مصر عشان اطمن عليكي. الحمد لله على السلامة يا فندم. الله يسلمك يا عم. حضرت كل حاجة جوه؟ أيوة يا فندم كله جاهز. في حد غيرك هنا؟ لا يا فندم كلهم في أجازة حسب أمر الأستاذ إبراهيم. تعال طلع أنت شنط فوق وروح أنت كمان أجازة. حاضر يا فندم. خلاص يا حبيبي انا وانت هنصبح عيله.
رب. صاحب أجمل عروس وأسعد عريس. الحمد لله على السلامة يا حبيبتي. الحمد لله على سلامتك انت. عرفت ان انا حاسس ان الدنيا كلها بترقص وتغني؟ انا قلبي هو اللي بيغني. سامع. انت سامع يا حبيبي؟ سامع يا حياتي. ايه تعبانة؟ شوية. طب ما تيجي نستريح بقى. عطشانة. كفاية عليك. عطشانة الله. بعدين تدوخي. انت اللي هتدوخ. وصحتك يا حياة قلب روح قلب شهريار. عن إذنك. رايح فين؟ أغير بس. ما تسيبنيش لوحدي. خمس دقايق. يا خبر خمس دقايق؟ طب دقيقة واحدة. هتوحشني برضو. الله مراد. بس بقى. لحظة. وننام ونقوم ونقوم وننام على حب في حبي ورب. عايدة انت نمتي؟ عايدة ماما 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 عايدة ماما يا حبيبتي يا ماما عايدة ماما سيبني سيبني بس ماما سيبني مالكش دعوة بيا ماما 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 يا حبيبتي يا ماما مالك بتعيطي ليه؟ أنا آسفة يا مراد نسيت أقول لك. تقولي لي إيه بس فاهميني؟ لما ماتت ماما الله يرحمها كنت نايمة، جم صحوني وقالوا لي الخبر، خفت وجريت على الشباك علشان أموت نفسي، ومن ساعتها أي حد يصحيني أقوم مفزوعة جري وراح الشباك عشان أرمي نفسي. اسمع يا مراد من هنا ورايح أوعى تصحيني، سيبني نايمة لحد ما أصحى لوحدي. طيب خلاص حصل خير، ما عدتش هصحيكي تاني أبدا، أجيب لك حاجة تهديكي؟ لا. طب أعمل لك إيه؟ نيمني. ما انا مفيش حاجه تهديني الا النوم، لازم انام دلوقتي وبسرعه لحسن بعدين تجيلي حمى ما اقومش منها ابدا. ارجوك يا مراد نيمني اوام اوام. طب انا نيمك ازاي بس؟ اقرا لي حاجه اي حاجه بس من فضلك بصوت واطي وحنين وتفضل تقرا كده لغايه ما انام. اوام اوام الرعشه ابتدت تيجي. وقال الملك هاموشير لعبدوس الوزير ائتني بألف بعير. فقال الوزير عبدوس لملك المجوس ورأسه بين التروس أيها الملك
يا عالم الفلك البعير هلك فاستشاط الملك حموشير وأمر بإلقائه في البير ومعه ألف خنزير مولاي وهنا أدرك شهر زاد الصباح فسكت عن الكلام المباح. يا سيدي يا ألف مبروك. أنت إيه؟ أنا بومبا يا سيدي. بومبا ده إيه؟ اسمي بامبا وبيدلعوني بيقولوا لي يا بومبا. أنا خدامة الست عايدة والباشا بعتني هنا عشان أخدم في بيت العز. أهلا وسهلا. أهلا بك يا سيدي. اسم الله يا أخويا اسم الله اسم الله. لا عريسنا قوي عريس ولا كل العرسان. الست نايمة فوق فهمتي؟ وماله يا سيدي نوم الهنا نوم السعد. صباحية مباركة يا عريس. مباركة. خش. صباح الخير. انت اللي كنت بتزغرط بره؟ لا دي بومبا. بومبا جت؟ هي فين؟ وحشتني المضروبه. وحشتك المضروبه ما وحشكيش المضروب. حقك عليا ما تزعلش. انت نسيتي اللي عملتيه امبارح. عملت ايه؟ كنت هترمي نفسك من الشباك. يا خبر. لازم كنت نايمه وحد صحاني وعيطتي وترعشتي وقرت لك الملك هامشير. ده صحيح ده انا نمت بهدوم وانا طول الليل حاطط ايدي على خد. يا مسكين قوم قوم نام لك شويه. انام؟ ده انا مستنيكي بس تصحي. رايحه فين؟ هاخد دش. مش ضروري دش. يا سلام عليك يا مراد الله. طيب طيب انا هروح اقول لهم انك انت لسه نايمه وانا كمان تعبان شويه وهنام ومحدش صحينا ابدا. طيب بس خلاص الدش بسرعه. حاضر.
أنا مش قلت محدش يطلع دلوقتي؟ أصل الهانم الكبيرة ده. هانم مين؟ والدة حضرتك. قولي لها الأستاذ نايم. أستاذ؟ أيوة الأستاذ. أنهي أستاذ؟ أنا. لكن حضرتك واقف قدامي صاحي أهو. اسمعي الكلام، قولي لها بعد نص ساعة هينزل حالا. أمرك. اسمعي. نعم. هنزل لها أنا بنفسي. صباح الخير يا ماما. لا صباح ولا مساء، أنت خليتها خل. ليه بس يا ماما؟ هبقى أمك ولا أعرفش. ما أصل يا ماما لو عرفت. أصل إيه؟ أضرب لك تليفون في اللوكان ده يقول لي كتب كتاب ونزل على مصر. ليكي حق تزعلي يا ست الكل، بس لو عرفتي ظروفي. ظروف إيه؟ كل مرة تتجوز تقول لي ظروفي. ماما. اشربات اشربات. اشربات يا ماما. 12 مرة. أيوة ماما 12 مرة اتصلي بيا بالتليفون، أصل مفيش حرارة، مفيش حد يرد، مفيش سفراجي، مفيش بونبون. في؟ بونبون. ماما ابوس ايدك، ما تجيبيش السيره دي خالص. مراتك عارفه انها 13؟ طبعا لا، علشان كده ماما عشان خاطر كتمي على الخبر لغايه ما تطلقها. لا والله يا ماما دي زوجه العمر، انا خلاص هديت ورسيد، البركه في دعاك يا ماما. امال فين العروسه؟ العروسه نايمه، هطلع اصحيها. خليك انت مستريح يا سيدي وانا اطلع. تطلعي انت ازاي؟ ازاي اصحيها يا سيدي؟ ما تعرفيش انت، تروحي تعملي واحد قهوه سكر شويه وبن تقيل. يلا. على اذنك يا ماما نص ساعه بس. نص ساعة هصحيها في نص ساعة. ما هو يا دوب يا ماما عقبال ما تصحصح كده، مش أكتر من نص ساعة. أرجوك ها. أهلا سيد الباشا. صباح الخير يا بومبا. صباح الفل يا سيدي. يا ترى العرسان صحيهم ولا لسه؟ أيوه يا سيدي، سمرات هناك أهو. كده؟ مراد يا صباح الأنوار. مراد أنت مش سامعني ولا إيه؟ اهلا 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 بيك يا عريس الهنا. اعرفك بست والدتي. ايه طيب. والدتي والد عايده حماية العزيز صابر باشا عبد الصبور. اهلا وسهلا، شرفنا يا فندم. اهلا وسهلا، لنا مزيد الشرف يا هنا. بعد اذنك يا عمي نص ساعه بس. على فين؟ هصحي عايده. يا عايده لسه ما صحيتش؟ لا لسه يا عمي. طب صحيح ليه ما تسيبها نايمه؟ لا ما يصحش، لازم تيجي تسلم عليكم. طب بس اوعى، انا مستعجل بدي اروح المصنع. حاضر يا عم. نص ساعه بس. اهلا وسهلا، فرصه سعيده يا هانم. تعال على فين؟ هصحيك. طب ما انا صاحي اهو. بس تعال بس يا شيخ، لازم اسلم عليك. وحشتيني. انت اللي وحشتني يا ستي، الله يسلمك. حسوه في عين اللي ما يصلي على النبي. اهلا وسهلا. اهلا بك يا حبيبتي. استغفر الله. ما شاء الله، ربنا يهدي سرك يا بنتي. ميرسي قوي. تعرفي يا ماما، اول حاجه كنت هعملها النهارده اتصل بحضرتك واعزمك على الغدا. ميرسي يا بنتي، الايام جايه كتير. ليه ما احنا فيها اهو، النهارده لازم تتغدي معانا. تتغدى بس وتتعشى كمان. وحياتك يا ماما، تقضي معانا طول النهار وتبات بالمره. او النبي يا ماما. تعال معرفك بأم بالعريس. اهلا اهلا. ابو المعزيم. مع السلامة يا فندم. مع السلامة. أرسلونا. مع السلامة.
مع السلامة حبيبي. مع السلامة. مع السلامة. مع السلامة حبيبي. مع السلامة. مع السلامة فندم. مع السلامة. مع السلامة حبيبي. أنستونا أنستونا شرفتونا. تعال سلام. مع السلامة. ما وثقش على مراتك دي بنت دي السكر. اطمن يا ماما. أتعشى من الزيارة الجاية ما أجيش ألاقي واحدة تانية. إن شاء الله. مع السلامة ماما. الله يسلمك. مبروك يا مربي. مبروك. مبروك يا عم. مع السلامة يا راحل. مع السلامة يا راحل. مبروك يا عم. ناويتوا تقضوا شهر العسل فين؟ في مصر. مع السلامة. أشوفك في المصنع بكرة. إن شاء الله. مع السلامة. مع السلامة. مع السلامة فندم. مع السلامة هانم. مع السلامة يا مزير. أنستوا شرفتوا. مع السلامة. مع السلامة. مع السلامة. مع السلامة. ميرسي أوي. مع السلامة. مع السلامة. مع السلامة. مع السلامة. باي باي يا باي باي. مع السلامة. مع السلامة. مع السلامة حبيبي. عاوز حاجة يا سيدي؟ لا بتشكر. مع السلامة. مع السلامة. مع السلامة. اوف أعوذ بالله. ماما ماما ماما. يا خبر يا خبر يا خبر. كنت نايمة ما كنتش عارف. نيمني. طيب والنبي خليكي صاحية شوية. نيمني. حاضر 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 وين بسرعة يا ماما وقال الملك المشير لعبدوس الوزير ائتني بألف بعير فقال الوزير عبدوس لملك المأجوس ورأسه بين الطروز أيها الملك يا عالم الفلك البعير ولك مع الحالة دي أنا هتجنن هتجنن تبقى صحية في أمان الله يا دوبك هتورب كده ولا كده هتدور ألاقيها نايمة في سابع نوم الله وإيه اللي خليك تتورب؟ يا أخي أقفل شباك أرد باب أكح أعطس ما تقفلش شباك ولا ترد باب ولا كح ولا تعطس طب إيه رأيك في يوم من الأيام نامت وهي واقفة؟ إزاي بقى؟ راجع من بره أه؟ لقيتها صحية أه؟ رحت جاري عليها خدتها في حضن أيوه. طولت في الحضن نامت شخرت وعملت ايه انت؟ شلتها زي البيبي حطيتها في السرير وغطيتها انا مش عارف اعمل ايه تعمل ايه؟ صحيها يا استاذ صحيها تتفزع تترعش وتجري على الشباك عشان ترمي نفسها منه يا خبر اسود احوش فيها بالعافيه وافضل اقرا لها مشير الملك لغايه ما اديك جدا لا دي يلزمها دكتور نفساني جبت لها اتنين قالوا عقده نفسيه طيب في علاج في امل في دواء في بس هياخد وقت حليني بقى شهر اتنين سنه مسكينه هي اللي مسكينه وانا لا ست ايام هي نايمه وانا صاحي ده حرام انا نفسي انها تصحى لي ولو ساعه على بعضها ساعه الو مين يا فندم مين الهانم ايه عايده الو ايوه حبيبتي انت صاحيه انا جاي لك حالا حالا 10 دقايق اكون عندك 10 دقايق شوف لك طريقه الحسابات بايظه خالص حساباتي دلوقتي انا فاضيه الله هو كان له ايه يا اخوي خرجت يا سيدي خرجت يا دوبك لسه يا سيدي
قايلها انا 10 دقايق ما اتاخرتش. استني يا نهار ابيض، حق مالكش حق ابدا يا سيدي. ليه بقى؟ دي فضلت مستنيه وبعدين؟ وبعدين يا سيدي فضلت رايحه جايه. ده حاجه مش. وبعدين يا سيدي الدمعه فرت على خدها وقالت لي الظاهر انه اتاخر يا بومبا، الظاهر انه مش هيجي ابدا يا بومبا. وبعدين يا بومبا؟ وبعدين يا سيدي مسحت دمعتها من على خدها وقالت لي انا رايحه للكوافير يا بومبا. حلو، اللهم صل على النبي ويرزقك يا رب بزيارته يا سيدي، وتملس بايدك على شباك. فين الكوافير؟ معرفش يا سيدي، اهو الراجل اللي بيقصص الشعر. اسمه ايه؟ اسمه الحلاق يا سيدي. يا سيدي ما تبقاش عادي كده، يوم انا مالي بس يا اخواتي، وانا هعمل ايه ولا ايه بشكل. معلش يا نال، فرصة تانية يا حبيبتي. أرفوار. هلو. يا خسارة، لسه ناني قافلة التليفون. ناني مين؟ المطلقة رقم 6، أصل عندها نمرة ومشغولة وبتعمل بروفة. ها، وعاملة إيه مع الأستاذ؟ عال. يعني الخطة ماشية كويس. أوي. طب يلا قوم أحسن، الجماعة مستنيين. هم كلهم جم؟ 4 منهم بس، وناني هي الخمسة، والباقي متجوزين وبيعتذروا لك، لكن بيقولوا لك إن قلبهم معاكي. تسمحوا لي أقدم لكم مادموزيل عايدة، الضحية رقم 13، رقم 3 عايشة، 4 سونيا، 7 سميرة، 8 إجلال. اتفضل. سعيكم مشكور. شد حيلك يا حبيبتي. الشد على الله. كلنا لاحقين. أنتم السابقون ونحن اللاحقون. طب ده أنتِ حظك أحسن مننا، لأن كريمة حذرتك، لكن إحنا خدنا على عمانة. ومالنا نعمل إيه؟ أنا طلعني بعد يوم واخد. الأستاذ اتجوزها في القطر. نزلنا طنطا، عملنا واخدة ضحلة، تاني يوم ركبنا القطر عمل شمتة، طلعني في بينها. ما جالوش صبر أما يوصل مصر. مراد مش غلطان. انتوا عايزين الحق، احنا اللي غلطانين، ولا واحدة فينا جوزته على حب. لو واحدة حبيته بعقل وتفكير كانت قدرت تحافظ عليه. ايه اللي بتقوليه يا إجلال؟ ايه فايدة الست اللي تحب راجل وهو قلبه زي الحجر؟ الحجر بيلين يا كريمة. يعني قصدك عايدة تسلم له؟ بالعكس، تمشي في الخطة اللي هي رسمها، تتقالي عليه وتعذبيه لغاية ما تموتي فيه الغرور. يا إجلال أنا انت بتحبيه ولا لأ؟ ما ردتيش ليه؟ بحبك بس انا خايفه، انا خلصت كل الحيل اللي عندي. ما تخافيش، كلنا هنبقى جنبك. متاسف انا شاكر. انا عندي كوافير قال، ما انا باكل من الكلام ده، ما كانش حد غلط. من بدري. من الساعة كام؟ من بعد ما مشيتي بثانية. يا خسارة، ماليش بخت. كنت فين؟ كنت عند الكوافير. بص، إيه رأيك في التسريحة؟ وإيه اللي غيبك كده؟ على بال ما سرح لي شعري. بقالك 3 ساعات بره البيت، نص ساعة رايح ونص ساعة جاي وساعة عند الكوافير. الساعة اللي فاضلة قضيتيها فين؟ تقول قضيتها فين يا مرمار؟ أنا بسألك. الله، مراد، أنت متنرفز يا حبيبي؟ ردي عليا، كنت فين؟ حضر. هي فزورة؟ واحد بيسأل مراته كان فين؟ مش لازم تجاوب؟ ما قلتيش كنت فين؟ كنت مع حبيبي نور عين. اوعى تفتكر ان انت وحش، لكن هو حاجة تانية. من الصبح محيرني اشتري له ايه؟ اجيب له ايه؟ بص، اصل النهاردة عيد ميلاده، كل سنة وهو طيب. ده انا عيد ميلاد انا. كنت ناسي يا وحش. فعلا كنت ناسي، انما انت عرفتي ازاي؟ سالت. مين؟ مالكش دعوه. حقك علي. اوعى كده. عايده. ما بكلمكش. سامحيني يا عايده. حقك علي يا حبيبتي. ما هو انت يا عايده حبيبتي، لازم تفرحي لما بتنرفز، ده معناه ان انا بحبك، بغير عليكي. مش كده يا عايده؟ ها؟ مش كده يا عايده؟ عايده؟
انت نمتي؟ لا يا حبيبي، انا ساكته بس علشان اسمع صوتك الجميل. طب ما تيجي نطلع. فين؟ فوق. عشان؟ علشان اقيس البيجامه. باي على قدك يا حبيبي. علشان تشوفيها عليا. البيجامه هتلبسها بالليل لما نحتفل بعيد ميلادك. ما تيجي نحتفل دلوقتي. دلوقتي ما ينفعش، انا عامله لك حته حفله صغنطوطه على قدك وقدي. وبعدين؟ هنرقص ونغني ونهيص، والساعه 12 بالظبط هنطلع اوضتنا في عشنا السعيد. عايده. انا بقالي ست ايام ما دوتش النوم. الليله دي يا حبيبي هتنام وتشبع نوم. الليله دي هتبقى اسعد ليله في حياتي. الساعة 12. يا سلام يا سلام، الله لايقة عليك بشكل جميل. كل سنة وانت طيب يا حبيبي. وانت طيبة يا حبيبي. بومبا. بومبا مش هنا، انا اديتهم كلهم اجازة. عايدة هاتي لي كاس. الله، ده انت شارب ازازة لحد دلوقتي. اصلي فرحان قوي لله دي الراحة. لا انا قلبي بياكل، انا هروح افتح الباب. طب استنى انا اشوف انا مين. يا خبر اسود. عايشه؟ ايه ايه اللي جابك دلوقتي؟ عيد ميلادك يا حبيبي، كل سنه وانت طيب. وايه اللي فكرك احنا مطلقين من زمان؟ بحبك يا مراد، مش قادره على بعض. شيل ايدك من عربتي، شيل ايدك من عربتي. حمود يا مراد، حمود. طيب بس تعالي وروحي دلوقتي. هنرجع لبعض؟ ايوه حبيبتي. امتى؟ بكره. صحيح صحيح يا حبيبي يا مراد. عايده 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 عايده. كويس كده، اعمل فيك ايه دلوقتي؟ مين دي؟ صاحبتك؟ لا مراتي. مراتك؟ انت اتجوزت؟ هش، مش عاوز اسمع صوتك لحسن. والله العظيم اقتلك. عارفه يعني ايه اقتلك؟ انت اختي ولسه واصله لغايه من اسطنبول، عرفت ان انا اتجوزت وجيت البركيلي، فاهمه؟ 500 جنيه. نعم 500 جنيه. اجيب لك منين فلوس دلوقتي؟ اكتب لي شيك. حاضر هكتب لك شيك، اول ما تاخدي الشيك الطرائي، فاهمه يعني ايه؟ عايده عايده عايده. ايه اللي بتعمليه ده؟ الله، وبتعيطي؟ ابعد عني يا خاينه. امل صايعه يا عبيطه، انت بتغيري من عيشه اختي. وصلت النهارده من اسطنبول، عرفت ان انا اتجوزت، جت تبارك لي. والنبي زي اختك؟ مش مصدقاني؟ عيشة عيوشة عشوش اختي. ايوه يا ابي. صدقتيني؟ سامحني يا مراد، سامحني. طيب سامحتك، انزلي انت بقى سلمي عليها وكلفتيها. حاضر. يلا. يا
مين تاني جاي؟ كريمة وسونيا وناني. ناني جاية؟ دي بقى مستحلفاله. أنا هفتح ثانية واحدة. مين بنت عمي؟ إيه الفرصة السعيدة دي؟ مين يا مراد؟ دي بنت عمي كريمة، هي كمان عرفت إن إحنا اتجوزنا وجات عشان تبارك لنا. أهلا وسهلا. أهلا. اتفضلي اتفضلي. كريمة أنا عارف إنك أنت زعلانة، إنما والله ما عزمت أي حد، حتى اسألي أخت عيشة. أختك مين؟ أختي عيشة كريمة عشان خاطري. أنت هتعيط ولا إيه؟ أصلاً أحس بغلطتي يا كريمة. هي غلطة واحدة. عارف عارف عارف، بعدين نتكلم، إحنا دلوقتي إيه؟ نرقص ونهيص. ارحموني، أبوس إيديك. وأنت ما رحمتناش ليه لما غدرت بينا؟ أنا تبت، تبت يا الله والله. ها فين الشيك؟ الشيك أهو. الشيك بتاعنا كمان. حلو، ثانية واحدة. أنا هلبس الروب عشان بريت خالص. اسمع، المهم لازم تدوخوه. ما تخافيش، هنخليهولك طينة. الله يخرب بيتكم. كاليستاسس مرداكيمو مرداكيمو. هو ايه كلكم متفقين عليا ولا ايه؟ احنا هنهرب بيتك. سونيا شيك ب 500 جنيه. لا لا لا، انا مش بتاع فلوس، انا حولي مراتك كل حاجه. هذا دي سونيا كيمو سيبارك لوبولي اغابي مخي سومو بانيومي ياتي ياتي. بلياتو بيقول سابوها يا غروس اتسباسو تكفاري شخصانوكي تسبيجي شو كده انت كورو سغرور. تعال هعرفك بمراتي. تعال تعال. مراتي عايده. بنصر مدام. بنصر مبروك. ميرسي، اتفضل. طبعا انت عارفه اختي عيشه وكريمه بنت عمي. امال امال. بنصر بنصر سونيا. حضرتك تعرفي مراد من زمان؟ امال انا اخته كمان. ايوه اختي، اختي في الرضاعه، والدتها كانت خياطه وساكنه جنب والدتي، احنا اتولدنا احنا اتنين في شهر واحد، مش كده يا سونيا؟ مظبوط مظبوط، في سخيتك يا مرداكي، ما بتسلميش ليه؟ انستونا، شرفتونا. كاسك يا مراد. ما انا لسه شارب. اشرب. حاضر. يلا هنرقص. لا يا مراد، دي فرحتنا فرحتين، جوازك وعيد ميلادك. يلا يا مراد. يلا يلا يلا. Let's go!
عالشه قندر احلى وسهله باللي بيحضر. حيت عليك يا عالي ومرتب بتدور عالي، حيت عليك يا عالي ومرتب بتدور عالي. والله عالي يا سي مراد، خلاص مين؟ من لا احبابه ولا اصحابه. ناني. ناني. ايه خايف لمراتك تعرف؟ ممتعها تعرف. ناني اصل لا اصل ولا فصل، عشان كده اتجوزت في الخفة، لا عملت فرح ولا عزمت حد، لكن انا سمعت وجيت هنا برجليا. تسمحي لي اقول لك يا هانم؟ ناني. ايه مكسوف والنبي. 500 جنيه ناني. هو عيب ان اخت بنت خالتك تبقى رقاصه؟ بنت خالتي؟ حبيبتي بنت خالتي يا روحي، ده انت ست وتاج راس يا بنت خالتي. عايده اقدم لك بنت خالتي ناني، زينات عيل والنجمه المشهوره. امها تبقى جوز خالتي، وابوها يبقى مرات خالتي، واخواتها ولاد خالتي، ولاد خالتي كلها ولاد خالتي. الف مبروك يا حبيبتي. ميرسي قوي. تعرفي يا عايده ان انا كنت ناويه ارقص في فرح مراد وازف هو والعروسه. ما احنا فيها اهو. ايه رايك يا ابن خالتي؟ نعم يا بنت خالتي. عايزه ازفك على عروسه. امرك يا بنت خالتي. يا ولاد الحرمة ساعدني يا رب ساعدني. حبيبتي
يا خبر دوه. ما قال على ملك المشير يا عبدوس الوزير أعجني بألف بعير أعجني واحد ويسكي واثنين بير يا عصافير البعير وهلك البعير وهلك البعير وهلك. صباح الخير. صباح الخير. ازيك دلوقتي؟ كويس. لا 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 اوعى تتحرك. ايه ده؟ تلج. انا سخن. بتفرفر طول الليل وانا سهرانه جنبك. انت كنت صاحيه طول الليل؟ جنبك يا حبيب. وانا كنت نايم. بتشخر يا حبيب. تعرف قرايبك امبارح كانوا لطاف قوي. ارجوكي ما تجيبيليش سيرتهم. ليه يا مراد؟ اسمع انا هقول لك بصراحه. كلهم كانوا منمرين عليا عاوزين يتجوزوني. لا يا شيخ، حتى اختك. اختي؟ عيشة. عيشة. عيشة دي اختي من بابا. ماما ما بتحبهاش ابدا. عايزة اوعي تجيبي سيرة لماما ابدا انه عيشة جت هنا. ادخل. صباح الخير يا ستي. صباح الخير يا بوم. سلامتك يا سيدي. بعد الشر عليك من السخونة. كمال ده وحشني موت. انا هنزل اكلمه من تحت علشان ما تبوشكش يا حبيبي. سلامتك يا سيدي. اعمل لك لبخه؟ اجيب لك شربة زيت خروع؟ سليمة يا سيدي. 40. جاتك 40 كبة لما تفرم مصارينك. قولي من وشي. في الحقيقة كمال جوازنا جه فجأة. ظروف. بعدين هحكي لك. بيسمع من التليفون اوضه النوم. معلش يا كمال. كل شيء اسمه ونصيب. ما تفتكرش ان شعوري هيتغير من ناحيتك. بالعكس انت برضه هتفضل كمال. كمال اللي قضيت معاه اسعد ايام طفولتي واجمل ايام شبابي. اوعدك اول مولود اسميه كمال والتاني كمال والتالت كمال. ايوه قلبي. في اي وقت تطلبني في التليفون هتلاقيني مستنياك في البيت. على فكره الورد اللي بعته ده جنان. ده انت ذوقك مدهش في الورد. ميرسي قوي قوي. باي باي. دلوقتي انا مش بكلم سكرتيري.
انا بكلم صفيه اخويا. تسمح تقول لي حكايه الست دي ايه؟ اتجوزتني ليه؟ بتحبك يا اخي. ابدا يا ابراهيم، ابدا يا اخويا. دي اتجوزتني علشان فلوسي، علشان اعين ابوها ب 200 جنيه في الشهر. كده؟ طبعا، والا ما كانتش ادت وش الكمال، وانا عارف انه بيحبها وعاوز يتجوزها، كده ولا لا؟ كده كده. ما هو كمان انا كنت لازم افهم من الاول. حكايه النوم والجري على الشباك دي مساله ما تخشش المخ، كده ولا لا؟ كده كده. طيب يبقى بذمتك انا طلعت ايه في المساله دي؟ هلس اكتر اكتر فانس. قول فوقني. حمار؟ ايه؟ لا مؤاخذه، ما هو انا زي اخوك. ايوه عندك حق. تعال هنا. رايح فين؟ ماشي ازاي وسايب الماركت بتغرق؟ العجز وصل لغايه دلوقتي 20,000 جنيه. لهم حق الموظفين، المال السايب يعلم السرقه. وسيادتك بتقعد بالساعتين والثلاثة ما بتورهمش وشك. والله يا عمي ينحرق المصنع يندعي. أنا اللي يهمني دلوقتي عايدة. عايدة يا عمي. عايدة؟ إيه؟ مالها عايدة؟ المسألة اللي عندها بتزيد. مسألة إيه؟ العقدة النفسية. نفسية إيه؟ ليه يا عمي لما توفت والدتها صحتوها من النوم وقلت لها الخبر؟ منين صح مين؟ دي كانت عمرها لسه شهرين اتنين. شهرين؟ آه. يعني لما الواحد بيصحي عايدة مش بتجري على الشباك عشان ترمي نفسها منه؟ هي عملتها فيك الخنزورة. يا عمي أرجوك قولي إيه الحكاية، ريحني بقى يا سيدي. وهي صغيرة علشان ما تروحش المدرسة اتدبقتنا بالحكاية دي، شربناها مرة اتنين تلاتة، مرة من دول جريت ناحية الشباك سبناها محدش مسكها، راحت واقفة متسمرة. قلنا لا الله، ما ترمي نفسك، مستنية إيه؟ اتأسفت وخدت الشنطة وعلى طول طيران على المدرسة. كده؟ امال ايه؟ امال انت فاكر ايه؟ متشكر يا عمي متشكر. لكن تعالى قول لي، هي بتعمل معاك كده ليه؟ انت عاوز توديها المدرسه؟ نفسي يا عمي نفسي، مش عاوزه تروح. ايه؟ الله، هو جرف عقله ايه؟ واحده ست متجوزه عايزها ازاي تروح المدرسه؟ السلام عليكم. تعالى هنا، الله رايح فين وسيبني؟ انا لازم انام بدري واصحى بدري علشان انا عندي شغل. وليه تصحى بدري علشان ايه؟ عشان رايح اشتري مريله. مريله؟ ها؟ ليه؟ لمين؟ للست عايده. عايده؟ يظهر ان الحكاية جد. اما اروح ادفع لها المصاريف. ترمي نفسك مستنيه ايه؟ مش قادره توريني وشي ها؟ مكسوفه. تقدري تفهميني انت اتجوزتيني ليه؟ تعالي هنا. ردي. الناس بتتجوز ليه يا مراد؟ فهميها لي انت. عشان بحبك. بتحبيني انا ولا بتحبي كمال؟ كمال؟ كمال ابن خالتي. ابن خالتك ابن عمك، انا مش مغفل. تليفونات ورد اجيب الليله لايم شرف وهي وفي عز البرد توصليني لغايه جنينه. يا سلام، وانت لما جم قرايبك واصحابك وقعدوا يرقصوك بلدي وفرنجي اتكلمت فتحت بقي؟ ما هو ده اللي فاقعني. لو كانت واحده غيرك كانت قلبت الدنيا، انما انت برود برود على الاخر. تعرفي ليه؟ ما بتحبنيش. بحبك كدابه. والنبي بحبك. امال بتهربي مني ليه؟ اقول قولي لي، هموت هفرقع عطاء. مراد يا حبيبي، احنا استعجلنا قوي، اتجوزنا في يوم وليله. اقول لك الحق، ليله الدخله حسيت انك غريب عني. واحد قابلته في اسكندريه اسمه مراد. بس مراد سلم فهم. يا سلام، يا حلاوتك، والمأذون والورق والمؤدب والمؤخر. مش كفايه، لازم نعرف بعض اكتر. امال عمل الخطوبه ليه؟ طب وايه الحل دلوقتي؟ اخطبني. اخطبك؟ ايوه يا حبيبي. ادام اتجوزك على سنه الله ورسوله واخطبك. ما انا قصدي يعني ان فهمت فهمت فهمت. عاوزه ترجعي لابوكي
وابعت لك جوابات غراميه واطلبك منه واقدم لك الشبكه واتجوزك من جديد. لا يا حبيبي، احنا هنعيش مع بعض شهر اتنين تلاته زي ما احنا، وشويه شويه هناخد على بعض ونلاقي نفسنا اتجوزنا. احنا متجوزين بالذوق بالعافيه متجوزين. هو اسمع، تصرفاتك دي هتخلينا اطول فتره الخطوبه. اسمعي بقى لما اقول. وانت زودت حفسخ الخطوبه. يوهو يا ناس فاموش. حاسب حاسب شعرك شعرك يا حبيبي. فترة الخطوبة دي هتفيدك، هتهدي أعصابك، هتخليك تروح المصنع وتشوف شغلك، هتبطل خمر. بطل خمر يا حبيبي، أنا ما أحبش الراجل اللي بيشرب خمر. أنت عاوزة تفرضي إرادتك عليا، عاوزة تربيني، بتحسبيني إيه مقبول عليكي؟ أنا مش هقدر أبعد عنك شهر اتنين تلاتة، قولي سنة اتنين تلاتة عشرة. هستناك يا حبيبي. يسافر من غير لا حم ولا دستور، الله يسيب بيته وشغله ولا حد عارف له طريق جره. الله ازاي ده لا يبعت جواب ولا تليفون ولا. الحمد لله بالسلامه. أكلمك في مسألة مهمة، مسألة خطيرة. أنا طالب القرب منك. نعم؟ في مين؟ بنتك. بنتي؟ بنتي مين؟ عايدة. اقعد يا عمي اقعد. ها يا عمي، قلت إيه؟ موافق؟ والله يا ابني ما كانش يتعز. عايدة متجوزة. متجوزة مين؟ متجوزك أنت. أنا؟ أظن كده؟ أبدا ما حصلش. ما تلحقني يا إبراهيم، إحنا مش شاهدين على العقد سوا. أرجوك يا عمي ريح أعصابك. أهي رايحة. من فضلك يا عمي. يعني علشان تقول لي بس إمتى الخطوبة؟ مش تفتكر أحسن ناخد رأيها قبل كده؟ طب اتفضل معايا. اتفضل على فين؟ نروح ناخد رأيها. ما تلحقني يا إبراهيم، عايز يخطب عايدة كده؟ ألف مبروك والله العظيم، أنا فرحت خالص. نعم. أمتى كاتب الكتاب؟ وأنت كمان يا أخواتي. يلا اتفضل يا عم. أنت يا ابني مش تريحني أنت وتفهمني أنت جرايد فعلك. أفهمك كل شيء في السكة يا عمي. اتفضل اتفضل أعمل. اتفضل. ألو عبد الغفور بيه؟ لا يا فندم، سعادة الباشا لسه نازل دلوقتي، أصل الأستاذ مراد راح يخطب.
يخطب مين؟ يخطب مراته. واخيرا تقول لي قال اتجوزنا بسرعه، نعمل فتره تعارف وخطوبه، شهر اتنين تلاته نقرب لبعض، شويه شويه نبص نلاقي بعض متجوزين. ده ملخص حياتنا من يوم ما اتجوزنا. طب انا طايش ومجنون وانتوا كبار وعاقلين، ممكن تلاقولي حل المساله دي؟ وبعدين يا ست هتعملي ايه دلوقتي؟ مش عارفه يا بومة، مش عارفه. بومبا. نعم. ستك فين؟ ما نزلتش ليه؟ نازلة حالا يا سيدي. طيب ما كانتش هتنزل هي، انا هطلع لها فوق. ما هي نازلة حالا يا سيدي. ده طب اسمعي. نعم. خدي عبده مصطفى روحوا على الجنينة اقعدوا شوية، سيبونا لوحدنا. حاضر يا يلا سيدي. يلا. ده سلام يا حبيبي، وحشتني قوي. اهلا بابا، ازيك؟ ازيك يا عمي؟ ازيك يا ماما؟ بسم الله. اقعدي يا حبيبتي، استريحي يا ستي. مالك؟ بلمت ليه؟ يا كذاب يا مفتري، اتجننت ولا اتلحست في عقلك؟ البنت بطنها قدامها وجاي تخطبها مني؟ مراد، مالك؟ انت تعبان من السفر يا حبيبي؟ واقف بعيد كده ليه؟ بقالك موت غايب عني، وانا مرضتش اخرج من البيت ولا اشوف جنس حد. مستنياك يا حبيبي ابصلك واشبع منك علشان البيبي يطلع حلو زيك. الف مبروك يا عايدة. ميرسي يا ماما. الا بالحق يا ماما، اليوم دي مش جاي لي نفسي للاكل ابدا، مش عارفه ليه. بتتوحمي يا حبيبتي. مراد، مراد، عايزة رنجة؟ مراد، ما تجيب لها رنجة يا أخي، ولا عايز الواد يطلع في وسطه بطاري؟ خليتك بعافية يا حبيبتي، وألف مبروك. خلي بالك من نفسك. ما بدري يا ماما. معلش يا حبيبتي. الله، وانت كمان يا عمي. اظن بقى تتكسف وتحط في عينك حصوة ملح. ايه عاد انت بقيت اب. مبروك يا عايده، يتربى في عزك.
مساء الخير. أنا هتجنن يا إبراهيم، هتجنن. لا ما هو باين عليك. طب إيه الحل؟ إيه الحل يا إبراهيم؟ طلقها. أطلقها إزاي بس؟ بالتلاتة. أنت بتخرف بتقول إيه؟ أنت بتحبها؟ أنا؟ لا أبداً. أنا بس حاسس إنه كرامتي ضاعت. أول واحدة بتصعصع عليا. ليه يا إبراهيم؟ ليه بتعمل فيا كده يا إبراهيم؟ أنت اللي غلطان. قصدك إيه؟ قصدي لازم تبقى جامد، متوحش، حمش. يعني إيه؟ لا مؤاخذة. قول يا أخي. اضربها على. على؟ سخنة. أنت عاوز تخرب بيتي؟ طوعني؟ دي هتنبسط. أضربها إزاي كده من الباب للطاق؟ لا يا سيدي، اتلكك، ما تعرفش تتلكك؟ خش مثلا قول لها مساء الخير، هي طبعا هترد عليك وتقول لك مساء النور. تروح ملفت لها كده وتقول لها وكمان بتقولي لي مساء النور؟ تراخ! إيه؟ ألم! وبعدين؟ وبعدين هي هتفاجأ، تروح باصص لها من فوق لتحت كده ويمشي على طول. وبعدين؟ وبعدين هتدعي لي. أضربها ألم جامد؟ أوي. ألم واحد بس. وريني؟ ها؟ كفاية. كفاية. طيب. طيب. روح، ربنا يجعل في إيدك الشفاء. مساء الخير. مساء النور. وكمان بتقولي مساء النور. لكن غصب عني قلبي عملها
لكن غصب عني قلبي عملها وحبها مقدرش ما احبكش وحياتك مقدرش 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 بايديك اوعى تهد جبال بايديك اوعى وعليك صبر وطول جبال وعليك حلوة بايديك اوعى تهد جبال بايديك اوعى وعليك صبر وطول جبال وعليك حلوة مقدرش ما احبكش وحياتك مقدرش مقدرش ما احبكش وحياتك مقدرش حبيبتي. تأخرت عليك يا مراد؟ أبدا. ياه، شربت ده كله؟ أي Thank you.
رايحه فين؟ رايحه عند بابا. مين امرك تخرجي؟ مالكيش راجل يحكمك؟ اتكلمي، سكتي ليه؟ انت سكران وهسكر كمان عشان انسى اللي شفته منك. محدش عذبني زيك. ليه؟ عشان ايه؟ سيبني سيبني من فضلك. انت مراتي وليه الحق اخد مني كل اللي انا عاوزه. ايوه اي وقت انت مراتي فاهمه واخد مني كل اللي انا عاوزه. لكن قلبي لا لا لا. يعني كنت بتكذبي عليا لما قلت انك بتحبيني؟ كنت بحبك لغايه ما عرفت الحقيقه. اتجوزت 12 قبل مني، اشتريتهم بفلوسك. اكتر واحده قعدت معاها 6 أشهر. انت انسان اناني عايش بس لنفسك. شيكات ب 2000 جنيه اديتهم للستات بتوعك تمن سكوتهم. اشتريت ليله واحده ب 2000 جنيه. من يوم ما اتجوزنا وانت عارفه؟ ايوه كريمه قالت لي. ليه ما واجهتنيش؟ ليه ما طلبتيش مني طلاق؟ كان عندي امل انك هتتغير. كنت بتمنى يجي يوم وتحبني زي ما بحبك. تنول غرضك وترميني زيهم. أبدا أنا اتغيرت. نفسي أصدقك. اطلبي مني أي ضمان. خدي ثروتي كلها. من بكره هكتب المصنع باسمك. هيشهروا افلاسك. سامحيني يا عيد. ارجوك سامحيني. مفيش اخبار برضو؟ ابدا يا بوم، ما خليتش حته لما دورت فيها. انا خايفه يكون عمل في روحه حاجه. يا ستي ما تقوليش كده بعد الشر. اللهم اجعله خير. يا سيدي حاضر. بوم بقى فين ستك؟ هو يا سيدي بوم. يا بابا انت عارف طريقه؟ الواد ابراهيم فكر في فكره جهنميه. سالت عليه اشكال المرور في جميع الطرق الصحراويه والزراعيه والصناعيه. المهم طمني لقيتوه ولا لا؟ امال ايه؟ في اسكندريه موجود في البروفاش. كلمته من ربع ساعه ورد عليا وصوته كان يقطع القلب يا حبتين. الله بابا احنا مستنيين ايه؟ لازم نروح له حالا. Thank you.
حساب لوكاندا وخلي الباقي عشانك. ميرسي يا استاذ مراد. وادي مفتاح الاوضه والجواب، والجواب ده ارجوك تبعته من سوق مصر دلوقتي. حاضر. سالم نازل في اوضه نمره كام؟ ده ساب اللوكاندا يا فندم. ازاي؟ دي عربيته واقفه بره. هو ساب الجواب ده باسم سيادتك عشان ابعته مصر. زوجتي الوحيده، ليتني قبلتك في الايام الاولى من عمري لاتعلم كيف تكون الكرامه والرجوله وكيف تكون السعاده والحب. لقد اهملت عملي واهدرت كرامتي، فأنا لا أستحق الحياة، وداعني أحب الناس إلي، وأتمنى لك مستقبلا باسما. بابا الحق يا بابا، ده هيموت نفسه. من فضلك ما شفت السحب العربية دي راح فين؟ ناحية البحر. أها مراد، ده هيموت يا بابا. اصل حد ينتحر في يوم برد زي ده؟ صحيح. انا ما بعرفش اعوم. يعني انا اللي بعرف اعوم. لا حبيبي، أنا مراتك، أنا بحبك، ما يهمكش المصنع يا مراد، هتشتغل، هتبني نفسك من جديد، وأنا هشتغل معاك، إن شاء الله حتى سكرتيرة، فراشة.